طب حضرتك طبعا يعني كان لك باع كبير جدا جدا في الإعلام المصري، وكان لك أيضا تجارب في دول أخرى مارست فيها العمل الإعلامي، في اليونان، في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي اليابان، ونزود عليهم لبنان كمان. ولبنان، ولبنان بالفعل. بعد هذه التجارب كيف استطعت أن يعني تقدم تجربة أو نتاج تجربة للإعلام المصري؟ والله يعني ده أنا من حظي العظيم، يعني ربنا كتب لي إن أنا أخوض تجارب عديدة في العديد من الأماكن ومن الدول، وكنت بشتغل في حاجات متنوعة. يعني أنا أضفت لبنان لأن بالنسبة لي كانت تجربة جديدة بعد تجربة كبيرة جدا في اليابان. فلبنان كانت محطة اتعلمت فيها العمل كمراسل إذاعي، ودي كانت بالنسبة لي حاجة مهمة جدا في حياتي. اليابان مثلا كل خطوة يعني في كل محطة كان في حاجة مهمة. فاليابان ودي كانت حلم يعني ارتبط منذ الطفولة. أيوة. اللي أنا ما أعرفش إزاي كنت متعلق بإني هروح اليابان، وإن الشعب الياباني ده شعب عظيم ولازم أتعرف على حضارته وعلى ثقافته. فكنت بقرأ كل حاجة تقع تحت إيدي عن اليابان وعن نظامها الإمبراطوري وعن حروبها وعن انكسارها. طب عن إعلامها؟ كل عن إعلامها لم أكن أعرف أي شيء. طب يعني لو سألت حضرتك بما يتميز الإعلام الياباني؟ الإعلام الياباني يتميز جدا بالإعلام الاقتصادي، فأهم حاجة بالنسبة لهم هي اقتصاديات اليابان. لأن أنا رحت هناك طبعا بعد الحرب العالمية الثانية وبعد هزيمتهم اللي انتهت بقنبلة نووية أو قنبلتين نوويتين أطلقتا على هيروشيما وناجازاكي. فاللي حصل بقى لما رحت شفت شعب منكسر وفي نفس الوقت داخل في حرب أو في معارك اقتصادية رهيبة عشان إعادة بناء البلد وعشان إعادة ما خسره الشعب في الحرب. في الحرب. طب ده انعكس في الإعلام؟ انعكس في يعني كان الرسالة الإعلامية بتقول إيه لليابانيين؟ بناء البلد. بناء البلد. بناء البلد. طيب. كل حاجة. رسالة جميلة طبعًا. رسالة طبعًا يعني إن مفيش حاجة تتقدم على إعادة البناء. مفيش يعني هم ارتضوا طبعًا بدستور فرضه عليهم الحلفاء أو الولايات المتحدة المنتصرين. يعني المنتصرين ففرضوا عليهم دستور. هذا الدستور ان هو البلد اصبح بلد سلام ولا يعاد تسليحه بشكل، لا يمتلك قوه عسكريه حتى لا يستخدمها قوة مره هجومية اخرى يعني. ولذلك كانوا بيسموا القوات بتاعتهم قوات الدفاع الذاتي اليابانيه، وهذه القوات كانت مهمتها حمايه البلد ولكن لا اكثر ولا اقل. طب ماذا اكتسبت من العمل في اليونان؟ اليونان كانت مرحلة الحقيقة هي تكملة لتجربة لبنان، لأن كنت بشتغل مع صوت أمريكا وهي طبعا إذاعة عريقة وكبيرة، وكانت الموجة المتوسطة للإذاعة تبث من جزيرة رودس في اليونان، و هذه الإذاعة كانت تسمع بشكل هائل في المنطقة العربية. فكنت يعني مرتبط بالمنطقة العربية في من خلال برنامج كنت بقدمه اسمه أقلام وألوان. أقلام وألوان كان بيقدم رسائل من عدد من المراسلين الموجودين في المنطقة العربية، كل واحد في البلد بيقدم لي عصارة عمل الثقافي من خلال أسبوع. وهذه خبرة جميلة جدا. خبرة طبعاً. جميلة وخلتني مرتبط طول الوقت بالعالم العربي وبالثقافة العربية. مع أنك في اليونان. لما ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ كانت ديت نقلة في العمل الإعلامي، لأنها كانت أول مرة تتاح
فرصة للأقمار الصناعية لنقل العمل الإذاعي من على البعد إلى البعد. طفرة في الإعلام. طفرة كبيرة جدا في الإعلام، فلذلك ما عادش في داعي ولا حاجة للعمل من جزيرة رودس في اليونان، وأصبح العمل من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. وبالتالي انتقلنا كمجموعة إلى الولايات المتحدة، في نعايش بقى ونعيش في زخم العمل الإعلامي لقبلة الإعلام في العالم كله، الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي كانت معايشة التجربة من خلال العمل في هذا المحيط المتقدم جدا إعلاميا كانت مفيدة بشكل هايل للعبد لله، ولتجربتك الإعلامية، للتجربة الإعلامية جداً. إنها تنضج أكتر. صحيح. والواحد يعرف ويشاهد بعينيه ويعايش الزخم الإعلامي في الولايات المتحدة الأمريكية.